الإمارات تقتحم الوسط بمشروع ثوري سيعيد رسم خارطة النقل العالمي، وتمد يدها لتتشابك مع أقوى شركائها. مشروع القطار تحت الماء الرابط بين دبي والهند خطوة جديدة على أعتاب ثورة تقنية هائلة، ومخطط يبشر بعصر جديد من التواصل والتعاون بين البلدين. أساس قوامه تقنية الهايبرلاب الخارقة. ما الذي نعرفه عن هذا المشروع؟ وما هو نظام هايبرلاب الإماراتي؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. ظهرت فكرة قطار دبي الهند تحت الماء لأول مرة عام 2018، وذلك بعد أن طرحته شركة ناب كخطة طموحة لربط المدينتين بمسار سكة حديد تحت الماء، حدد طولها بقرابة 1900 كيلومتر. وبدأت كلا الحكومتين دراسة الجدوى لمعرفة إمكانية تنفيذها. ولكن قبل الخوض في موضوع القطار تحت الماء، دعونا نفهم الأسباب الكامنة وراء سعي كلا الدولتين لتعزيز الربط فيما بينهما، خاصة بهذه الطريقة المبتكرة. تعتبر العلاقات الإماراتية الهندية شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تمتد إلى فترات تاريخية عميقة تعود لقرون، وذلك بفضل الروابط التجارية والثقافية القديمة. وقد تميزت العلاقات الثنائية بالتعاون والاحترام المتبادل، مما جعلها نموذجاً للشراكة الاستراتيجية في المنطقة. تعد الهند أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 68.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتشمل السلع الرئيسية التي يتم تبادلها بين البلدين النفط والغاز والمنتجات البترولية والذهب والمجوهرات والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات. إضافة إلى ذلك، تعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر المستثمرين في الهند، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند 18 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات مختلفة، أهمها الطاقة المتجددة والخدمات المالية والقطاع العقاري والقطاع الصناعي. ويقيم في الإمارات العربية المتحدة جالية هندية كبيرة تقدر بأكثر من 3 ملايين نسمة، مما يشكل 28% من إجمالي سكان الإمارات. وتلعب هذه الجالية دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، كما تتعاون الإمارات والهند في العديد من المجالات الأخرى، أهمها التعليم والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والبيئة. ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الإماراتية الهندية في النمو والازدهار في المستقبل، وذلك في ظل التعاون المتبادل والحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ولأن كل بلد يعد مهماً بالنسبة للآخر، هناك حزمة من المشاريع لخدمة نفس الهدف، نذكر من أهمها خط أنابيب النفط حبشان فجيرات. تم إنشاء هذا الخط في عام 1981، ويعد من أهم مشاريع الربط بين الإمارات والهند. يضخ الخط النفط الخام بينهما بطول 1390 كيلومتر بطول 1.390 كيلومتر. هناك أيضاً كابل الاتصالات البحري فالكون، تم إنشاء هذا الكابل في عام 2000، ويعد من أهم مشاريع الربط الرقمي بينهما، ويربط الكابل البلدين بسعة 2.5 جيجا بايت في الثانية، ويتيح نقل البيانات والاتصالات بشكل سريع وآمن. زد على ذلك ميناء جبل علي، وهو من أكبر موانئ العالم، ويقدم خدمات متنوعة للتجارة بين الإمارات والهند. ولا ننسى أكبر مشروع، وهو الممر الاقتصادي العالمي الجديد، ويهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية بين البلدين.
ولكن علاوة على كل هذه المشاريع، ماذا لو قلنا لك أن الإمارات والهند لم تكتفي بالربط فيما بينهما بالمشاريع البرية، وإنما ذهبت مخططاتهما إلى ما تحت المياه؟ مشروع قطار دبي الهند تحت الماء. إن الفكرة التصورية للمشروع تقوم على قناة طويلة تحت بحر العرب، سيتم تثبيتها بشبكة متكاملة من المنصات العائمة. يعد هذا المشروع من أكثر المشاريع طموحاً في العالم، ويهدف إلى إنشاء خط سكة حديد تحت الماء يربط بين دبي ومومباي. ويسعى المشروع إلى توفير رحلات سريعة بين البلدين وتعزيز السياحة وجذب الاستثمار. يعتمد القطار على تقنيات متطورة للغاية، تشمل هذه التقنيات أنابيب مغلقة تحدد مسار القطار وتكون مقاومة للضغط العالي، مما يضمن سلامة الركاب ومنع أي تسرب للمياه. ويستقل الركاب كبسولات مخصصة تتحرك داخل الأنابيب وتكون معزولة عن الضوضاء والاهتزازات. من مميزات قطار دبي الهند سرعته الفائقة، حيث يقطع المسافة بين دبي ومومباي في ساعتين فقط، بينما تستغرق الرحلة الجوية 3.5 ساعات. كما توفر الكبسولات بيئة راحة تامة للركاب، ويعد القطار صديقاً للبيئة حيث لا يصدر أي انبعاثات كربونية. ولكن كغيره من المشاريع، يواجه قطار دبي الهند تحت الماء بعض التحديات، أهمها التكلفة الباهظة، إذ يتطلب استثمارات ضخمة مما قد يعيق تنفيذه. ومع أنه صديق للبيئة، إلا أنه لابد من الحرص على تنفيذ المشروع بأقل ضرر ممكن على البيئة البحرية. تقنياً، يتطلب القطار تحت الماء تقنيات متطورة ومتقدمة لضمان سلامة الركاب. ولأن قطار دبي الهند سينمي التجارة بين العملاقين عن طريق الخط المستقبلي في نقل النفط والمياه والموارد الأخرى. وللعلم، فإن الهند قد انطلقت في مشروع الإمارات هذا في عمليات إنشاء أول قطار فائق السرعة على مستوى ممر للسكك الحديدية تحت الماء يربط بين مومباي وأحمدآباد. وهذه التجربة الأولى ستكون قد ساعدت الباحثين الإماراتيين في دراسة عمليات الحفر والتأكد من تجربة سابقة للهند من ظروف التربة والصخور تحت الماء، إضافة إلى عمليات اختبار أخرى ستجرى على عمق 70 متر، وذلك كجزء من أعمال الفحص لكل ما يتعلق بالجغرافيا التقنية والجغرافيا المادية المتعلقة بالمشروع. وحسب المعلومات الأولية، فإن تكلفة المشروع قدرت بنحو 14.5 مليار دولار. ونشير إلى أن الهند قد حصلت على 80% من تكاليف المشروع بطلب قرض من اليابان، التي تدير بدورها حركة القطار بين طوكيو وأوسكا. نظام هايبرليب الإماراتي. تعمل الإمارات المتحدة على الاستحواذ على الريادة فيما يتعلق بالنقل السريع، ولذلك يتم الاهتمام بجدية لمخطط هذا القطار فائق السرعة تحت الماء. السيطرة على الريادة في النقل السريع على مستوى المنطقة العربية، وذلك عن طريق طرح مشاريع مستقبلية تقوم على أول نظام للنقل التجاري فائق السرعة، أو ما يسمى بالهايبرليب، في كل مقاطعتها. وكانت شركة الدار العقارية الإماراتية قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هايبرليب لتقنية النقل المبتكرة، تم بمقتضاه بناء مركز هايبرليب آخ في منطقة قريبة من موقع إكسبو 2020، وكذلك بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وللمركز الجديد مسار تجاري ومركز التطوير والبحوث. أما طول السكة في المرحلة الأولى فيمتد إلى 10 كيلومترات. وحسب ما جاء في المخطط، فإنه من المتوقع أن يتم إنشاء شبكات تجارية. وهذه المشاريع تأتي في إطار رؤية الإمارات المتحدة بخصوص النقل الذكي ذاتي القيادة، الهادف إلى تحويل 25% من مجمل رحلات النقل بدبي إلى رحلات تكون ذاتية القيادة في إطار وسائل النقل المختلفة إلى حدود عام 2030. ومن يتساءل على معنى الهايبرليب، فهو نظام نقل يعتبر ثوريا وجديدا،
من المتوقع أن يصل إلى مدى سرعات تكون عالية جداً لدرجة بلوغها سرعة الصوت. وتم إطلاق هذه الفكرة من قبل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وبدراسة تقنيته تبين أنه يعتمد على أنابيب منخفضة الضغط وتكون خالية من الهواء. تقوم الأنابيب بالربط بين محطتين، وتندفع داخلها كبسولات بسرعة قياسية تتحرك على ما يسمى بالوسادة الهوائية التي تكون مضغوطة لكي لا تحتك بجدران الأنبوب، وكل ذلك يكون بالاستناد على حقل مغناطيسي يولده مولد كهربائي يأخذ بدوره قوته من الطاقة الشمسية، علماً وأنه في الخط الواحد يمكن أن تنطلق كبسولة كل 30 ثانية، مع ضمان عدم حصول اصطدام فيما بينها أو خطر خروجها عن المسار، ذلك أن النظام يوفر مسافة أمان بينها تتجاوز 5 كيلومترات أو أكثر. وحسب الخبراء فإن تقنية هايبرلاب لابد أن يكون لها أثر إيجابي، خاصة في مناطق ذات نمو كبير مثل دبي. فكرة إيلون ماسك والهايبرلاب. جاء الملياردير إيلون ماسك بفكرة المولد الكهربائي الذي يعمل بالطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية، والذي يتم الاعتماد عليه في هايبرلاب بعد أن تمت تجربته في صناعة السيارة تسلا تيراز إس الكهربائية، والتي قد صنفت كأول سيارة كهربائية آمنة قابلة للاستخدام. وكان إيلون ماسك قد أشار في أكثر من مرة إلى أن الهايبرلاب هو النظام الأكثر أماناً والأسرع والأقل تكلفة بين كل أنواع ووسائل المواصلات الحديثة. ومن مميزاته أنه لا يتأثر لا بالأحوال الجوية ولا حتى بانقطاع التيار الكهربائي بفضل بطاريات احتياطية توجد في كبسولاته. ولابد من أن نشير إلى أنه من تأثيراتها المستقبلية هو تغييرها لمخططات المدن، بحكم أنها ستوفر مساحات إضافية، بما أن جزء من الرحلات سينتقل إلى ما تحت المياه، إضافة إلى التقليل من مدة الانتظار وإحداث تغير جذري في المجال الصناعي وكذلك التخزين والمبادلات التجارية. قطار دبي الهند ليس الأول من نوعه. إن تقنية الهايبرلاب أو ما يعرف بقطار المستقبل، فإن عديد الحكومات حول العالم تدعم خطط تنفيذه في أراضيها، ومن بينها روسيا وفرنسا وسلوفاكيا، وكذلك جمهورية التشيك والصين والولايات المتحدة. وفي 2005 كانت الصين قد بحثت فكرة القطارات السريعة تحت الماء، ثم وافقت على إنشاء خط حديدي للربط من مدينة نانجبو وجزيرة تشوشان الصينية، وهي ثالث أكبر جزيرة في جمهورية الصين. وبذلك سيكون القطار قادراً على قطع مسافة تحت الماء تصل إلى أكثر من 16 كيلومتراً من أصل رحلة تبلغ 77 كيلومتراً. وفي النهاية نقول أن هذا المشروع سيكون فرصة استثنائية لخلق مستقبل أكثر ازدهاراً وتواصلاً بين دولتين، ومن المتوقع أن يكون علامة فارقة في تاريخ النقل البحري.